فصار قدامه. فبنفس الطريقة وبنفس السرعة اللي نطلب فيها نحن الرب الإله، اللي يعني بنكون عم نقول بدي اتعرف على ربنا، بكون قال لك هي انا هون صرت قدامك. حبك أطيب من الخمر. إيه إيه قبلات فم الرب بتاعهم، ولما يقعدوا يبوسوا في بعض البوس ده بيبقى أحلى منين؟ من الخمرة. طب أسألكم بالله، ألا يدل هذا الكلام على إن كاتب هذا الكتاب محب للخمر؟ يعني السكير مثلا، يعني أضرب لك مثال صغير. لما أنا أقول لك واحد بيكلم ربه، واحد بيناجي ربه، هيقول له إيه؟ يا ربي حبك عندي افضل من الجميع، او بحبك اكتر من الكل، او بحبك اكتر من ولادي وما الى ذلك، يعني صح. طب لما يجي واحد بقى خمورجي، اكتر حاجه بيحبها في الدنيا مش العيال ولا مراته، امال ايه؟ خمر. فلذلك يقول لك حبك اكبر من الخمر. يعني دلوقتي لو محشش هو اللي كاتب كان قال لان حبك افضل من الحشيش. ما هو على حسب اللي ايه. ما هو صح، ينفع واحد يكلم الرب يقول له حبك افضل من الخمره؟ ما ده نوع من انواع الاساءه، ما انت كده يتعرف ان انت خمرجي. لكن لما تقول حبك افضل من كل شيء وهكذا. قولي يا طه. أطيب من الخمر، المعنى الخمر، هو الخمر ورد كتير بالكتاب المقدس، وهو من ألذ وهو مشتهى، يعني أكثر شيء من متع الحياة، اللي بيتمتعوا كتير بحياتهم بيشربوا خمر. انا مش عارف صراحه، هي ماجي، انا ظني ان ماجي بتعمل اعلان لشركه خمور او عايزه المتابعين يتصطلوا. ايه وليه ده؟ اكتر شيء من متع الدنيا خالص هو الخمر. ايه ده؟ ايه ده يعني إيه؟ الحمد لله والله على نعمه الاسلام، الحمد لله. على فكره الخمره في المسيحيه مش حرام، عشان تبقوا في الصوره بس، الخمره عندهم مش حرام، خدت بالك؟ فعادي بقى اللي، وعلى فكره برضه عشان نبقى في الصوره، بعضهم بيقول حرام وبعضهم مش حرام، لان الدنيا كده مفيش حرام وحلال، كل الاشياء تحل لي. بس انت ملاحظ الكلام؟ الخمره، والخمره جميله واكتر شيء مشتهى، كانها بتعمل دعايه للخمر، بتعمل دعايه للناس عشان يشربوا خمر، وهذه مبتدأ ونعم الطهاره. قولي فلما بتقول النفس لله لأن حبك أطيب من الخمر، يعني الرب الإله أعلى وأطيب وألذ من كل ملذات الحياة الأرضية. أعلى من كل الملذات الأرضية، بس وقفي هنا، أعلى من الخمر كمان، صح. إذا كاتب هذا الكلام في كتابته يرى أن أفضل شيء في الأرض الخمرة. إذا الكاتب خمرجي، أو كان مسطول ساعة ما بيكتب، يعني إيه يتقال بيكلم ربه يقول له حبك ده أعظم من كل الخمرة اللي في الدنيا؟ ينفع؟ مو أي نوع من أنواع الدهن بالنسبة لهذا التشبيه. في رائحة الرب، يعني والرائحة بالكتاب المقدس أيضا وردت، يعني في رائحة الرب، يعني والرائحة بالكتاب المقدس أيضا وردت، يعني سفر النشيد مو لحاله اللي بيحكي عن هاي الألفاظ، يعني رح رائحة الرب، الرب عند في المسيحية ليه ريحة، بيتشم رائحة الرب. هو طب مش فيها خمرة؟ أيوة، ويبقى أكيد بيتشم، يبقى أكيد بيتشم رائحة الرب. أدخلني الملك إلى حجاله. فهون ربنا بيقول له النفس الإنسانية اللي حابة تتعرف عليه، تعي تعي لعرفك علي. فمكتوب بعده نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. فلما فاتت لتتعرف على الرب النفس، المفروض أدخلني إلى حجاله، يكونوا صار واحد وحده لوحدهم، بصير الحكي بصيغة الجماعة، لأنه بتلاقي المؤمنين كتار سابقينه واقفين وطالبينه وحبك أعظم من الخمر وأطيب من الخمر. هنا بقى حصل ان الرب عندهم قام واخدهم الحجال، الحجال ده حاجة كده زي الأوضة الخاصة، تمام؟ الرب قام واخد النفس البشرية عندهم وقام داخلها بقى لجوه، وبص نبتهج بالخمر، نذكر حبك أكثر من برضه الخمر تاني، نذكر حبك أكثر من الخمر. ده في علاقة إيه؟ قال لك لما النفس حبت تتعرف على الرب، قام الرب واخدها وقام مدخلها الأوضة الخاصة
وفضلوا حبك أكتر من الخمر، برضو مدح للخمر تاني في كتابهم. دينه وحبك أعظم من الخمر وأطيب من الخمر للكل، وبالحق يحبونك، بتفهم وقتها يحبونك لأنه كثر مع بحجال الملك. فهون عم بتخاطب بنات أورشليم، بنات أورشليم بالكتاب المقدس هن الكنيسة، هن ودي برضو حاجة نستفيدها لما يجي يتكلم، بيتكلم بنات أورشليم. أورشليم اللي هي فلسطين، بنات أورشليم اللي هي الكنيسة، وده اللي يأكد أيضا إن الكلام ده مخاطب به النصارى، عشان ما يقعدش يقول لك مالناش دعوة بيه، مش بتاعنا، أهو ده الكنيسة، ده اللي هي الكنيسة اللي واقعة في حالة إيه؟ في حالة عشق. شوف الكلمة اللي أنا بقولها، حتى حالة عشق، عشق بينهم وبين ربهم، عاملين صورة عشق زي صورة واحد وواحدة. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي، هي اللي هتقوله. فبتقول لهم يا بنات أورشليم، أنا سوداء وجميلة كخيام قيدار كشقق سليمان، لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني. فالعروس عم تعرف عن حالها. شقق سليمان، انا اول ما سمعت الكلمه دي شقق سليمان تبتني كلمه شقق مفروشه، ثم بعد كده بقول لك العروسه بتعرف عن حالها. شايف كده؟ تحس ما فيش تحس ان الكلام ما فيهوش اي جنس اهو، صح؟ صح، عروسه وشقق وشقق سليمان وحجال وخمر وحبك اكبر من الخمر. بداية السفر العروس عم تركض، هيك شبهها الرب وهيك شاف الرب، هي النفس الإنسانية. فبمركبات فرعون ما أجمل خديك بصمود، الصمود اللي هن حبات اللؤلؤ، المعنى لألون، عم جيب لكم المعاني اللي كانت قبل، وعنقك عنقك بقلائد. فأيضا القلائد والخد اللي عم يشوف ربنا فيهم الزينة، هون صار بده يزينها. فالنفس اللي بتبحث عن الرب بينوجد قدامه، بيقترب منه. فالنفس عامله زي العروسه وقاعده عماله بترقد ورا الرب بتاعهم. ترقد يعني ايه؟ عماله بتجري وراه، يعني بيلعبوا ورا بعض مع بعض بقى، يعني الرب عندهم عمال بيجري وهم عمال بيجروا وراه، والنفس تجري وهم يجروا ورا النفس، يعني الله المستعان، مش شغالين سبق يعني. ثم قالت ان الرب بقى عمال بيتغزل فيها بقى، خدك ورقبتك. طب يعني ينفع دي تشبيهات؟ تشبيهات العظيم العلي الكريم الكبير سبحانه جل في علاه، انه قاعد عمال بيتغزل مع النفس وخد النفس ورقبة النفس وتجري، لما تيجي نجري ورا بعضه. قولي يا طهرة، قولي. العروس بتقول ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته، سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت، طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عيني جدي، المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. ايه بين ايه يا بنت؟ يا بنت بين ايه؟ بين هي على فكره ماجي خزام تقريبا ثلاث ارباع الدعوه بتاعتها، انا ما بحبش اشخص المساله، بس يعني ثلاث ارباع الدعوه بتاعتها بين ثديي يا بيت. بصراحه والله يعني الناس اللي شافت الفيديوهات، انا ملغوش على الفيديو، بس لو الفيديو واضح لكم ان البت مبينه بين ثدييها للمشاهدين، يعني هي بتدعو بهذا النص تقريبا، مثالها الأعلى في الدعوة بتاعتها ليسوع إن بين ثديين، عايزة توري كل الشعب هو بيبيت فين، فهي عايزة تطبق لكم نشيد الإنشاد عملي بين، استغفر الله العظيم. فبيقول العريس ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان. شاف جمال النفس اللي ربنا بحبها، هي النفس اللي بتكون عيناها حمامتان أي بسيطتان، الحمامة جدا بسيطة. الرب عندهم بيكلم النفس البشرية بقى، يعني خلاص احنا مش هنسيب تفسير العريس وعروسة، لا، بس الرب عندهم بيكلم النفس البشرية، لا، عينيك حمامتين، ها انت جميلة وحلوة يا حبيبتي، وعينيكي دول ده الرب يتكلم بهذا الاسلوب، انت حلوة يا بت وعينيكي حلوة، استغفر الله العظيم. لا، ده هيتكلم عن السرير كمان. لا، انا ما اسمح لكوش، اهم حاجة السرير. يلا يا فندم.